إذن للوقوف عند تداعيات نتائج الانتخابات التشريعية في المغرب وهزيمة حزب العدالة والتنمية بقيادة رئيس الوزراء سعد الدين العثماني، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث السياسي المغربي زهير عطوف. أستاذ زهير، مرحبا بكم. يعني الكثير وصفه بأنه زلزال انتخابي كبير في المغرب يعيد الدولة العميقة إلى الواجهة بفوز عزيز أخنوش وحزبه بالانتخابات. كيف يمكن قراءة النتائج والأسباب التي أوصلت إليها؟ نعم، لا شك أن ما جرى اليوم في المغرب هو زلزال حقيقي بكل ما تحمله، أو بركان حقيقي بما تحمله الكلمة بمعنى. حتى أكثر المتشائمين كانوا لا ينتظرون هذه النتيجة التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية ثم حزب الأحرار. حزب الأحرار في أكثر من 100 برلماني في البرلمان، حزب العدالة والتنمية من 125 برلمانيا في 2016 إلى 13 برلمانيا اليوم، بمعنى أنه اليوم هذه النتيجة كان لا يحلم بها حتى أكبر الخصوم لحزب العدالة والتنمية. طبعا حل حزب العدالة والتنمية شك أنه قام بمجموعة من الردات التي جعلته يصل إلى هذه النتيجة الكارثية والتي تشكل عقاب حقيقي وانتقام من الشعب المغربي لهذا الحزب الذي لم يقدم الكثير لهذا، بل على عكس من ذلك تراجعت كثير بعض مبادئه، تراجعت تأثيره على المستوى السياسي وعلى مستوى الحضور التواصلي. أكثر من ذلك أنه قدم تنازلات كبيرة جدا كانت حتى تضرب مرجعية هذا الحزب باعتبار أنه حزب ذو مرجعية إسلامية. بمعنى النتيجة التي وصلنا إليها اليوم هي تراكم سلبي بدأ منذ 2016 عندما تسلم سعد العثماني. نعم. عندما تم التخلي على أبي الكيران، تسلم هذا الرجل حزبا قويا على مستوى المؤسسات، على مستوى البرلمان، على مستوى الجماعات. كان الحزب العدالة والتنمية أكثر من 75% من المدن الكبرى في يد حزب العدالة والتنمية. اليوم لا شيء، الغبار لا شيء، اليوم فقط الأحلام في يد. لهذا كان أستاذ زهير. نعم أستاذ زهير، تعتقد أن سبب الخسارة أن الحزب لم يعني يستعد جيدا للانتخابات، سواء هذا الأمر متعلق بالبرنامج أو المرشحين؟ لا أظن أنه البرنامج المرشحين شيء. نعم. مهم جدا في العملية السياسية وفي الانتخابات، لكن أنا أظن أنه هذا الأمر ليس اليوم. ما جرى لحزب العدالة والتنمية أنه الشعب انتقم منه لأنه لم يوفي بوعوده أولا. نعم. أكثر من ذلك حتى الناس المقربين لهذا الحزب، حتى أنه الذين في محيطه متعاطفين لهذا الحزب كثير منهم لم يصوت لهذا الحزب. كانت هناك قاعدة ثابتة عند حزب العدالة والتنمية، وبالتالي صدمت القيادة. لهذا قدموا اليوم كلهم استقالتهم من حزب العدالة والتنمية، من رئيس الحكومة أو من رئيس الحزب إلى آخر عضو يعني في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية. زلزال كبير جدا في اعتقادي أنه، ولكن علينا أن نكون يعني هذه سنة التاريخ. يعني إذا أردنا، حتى هناك أحزاب في المغرب كانت قوية ورجعت من عندما تخلت عن الشعب، عندما تخلت عن الحاضنة الشعبية. نعم. عندما تحنت يعني ذهبت في مسار يخالف الشعب إن صح التعبير، في مسار يعني يخدم كثير منها العلاقات الشخصية ويخدم الشخصنة ويخدم الأمور الشخصية أكثر من أنك تنظر إلى الشعب الذي أوصلك. حزب العدالة والتنمية ليست له رجال أعمال كثير، كان عنده مصداقية، كان عنده يد نظيفة. طبعا الحال الآن نعم عنده يد نظيفة، كان لم يثبت عليهم السرقات بشكل كبير، يعني لم يستعملوا المال في الانتخابات وفي كذا، نعم عندهم، لكن هذا الشيء لا يكفي عند المواطن. المواطن يريد خبز، يريد شغل، يريد صحة. نعم. يريد تعليم حقيقي. هذه الأشياء لم تتحقق بشكل كبير. طيب أستاذ زهير، نعم، هناك من يرى أن استقالة بن كيران هي التاريخ الحقيقي لبداية انهيار حزب العدالة والتنمية، حيث أن غيابه أثر كثيرا على موضوع تماسك الحزب. هل تتفق مع هذا الطرح وهذه الرؤية؟ بن كيران لم يستقل، لكن تم إقالته، تم إبعاده من طيب. طرف يعني من طرف يعني الدولة قامت بذلك، ولكن سعد العثماني ورفاقه أتمموا ذلك، فكان الذبح. طبعا الحال بن كيران يبقى رجل من رجل، لكنه رجل حقا ممكن نقول انه رجل ذو تواصل، رجل استثنائي في تاريخ المغرب السياسي. مازال الان حتى انه بعيد عن القياده، مازال عندما يلقي كلمه تجد الالاف المؤلفه. اكبر رجل
السياسي إن صح التعبير يستمع له المواطن المغاربي ما زال له وزن. لكن أنا في اعتقادي أنه هذا الرجل نعم بغيابه أثر كثير على الحزب، ولكن لا ننسى أيضا الخلافات الداخلية، إبعاد مجموعة من القيادات، عدم إعطاء فرصة للشباب لكي يكون أيضا في القيادة، ليكون تكون عنده سلطة، أيضا كل هذه أشياء. أنا لا أؤمن به، أنا في اعتقادي أن عهد هذه القيادة انتهى دوره، حتى بن كيران حتى سعد العجمي، رغم أن بن كيران له دور مهم وفي الغالب سيرجع في الحزب، سيرجع في 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 هذا في المؤتمر الاستثنائي، لكن أنا في اعتقادي أنه هذه فرصة نستفيد من 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 الغرب كيف يعطي طيب الشباب في هذا نعم. الإطار في هذا الإطار أستاذ نعم. زهير، هل استقالة العثماني ستحل أزمة الحزب الذي يعني تفاجأ بعد نتائج الانتخابات الأخيرة؟ هذه جزء من الحل وليس الحل كله. الحل سنراه في المؤتمر الاستثنائي القادم. أظن أنه القيادة عندما قدمت يعني استقالتها هذا عمل جيد جدا، يعني قليل ما نراه فيما بعض الأحزاب العربية القومية أو الحزب الاشتراكي أو كذا، لكن هذا نعتبره أنه خطوة مهمة جدا نحو الإصلاح. نعم. لكن لا بد أن يكون هناك تراكم. الحزب اليوم مريض، رجل هناك رجل اسمه سعد العثماني وطائفته التي كانت تشتغل معه قتلت هذا الحزب، أمرضت هذا الحزب، أمرضت حتى مجموعة من القيادة، وأمرضت مجموعة من الشباب الذين كانوا يشتغلوا بدون قرش ولا فلس. اليوم كل مستاء من هذه التجربة. طبعا الحال احنا لا نحمل الحزب على التنمية كل هذه الخسارة ولا نحمل كذا، لا شك أنه هناك ظروف دولية، يعني يعرفها العالم، من إبعاد محاولة إبعاد الإسلاميين بعد الربيع العربي وبعد الذي أصبح خليفة اليوم. نعم. هناك نعم. سياق لا يريد الإسلاميين يكونوا في السلطة، كل هذا، لكن هذه أشياء تبقى جزء من الصراع إن صح التعبير، لكنها ليست إشكالات حقيقية، جزء من الصراع. إذا كان حزب عدالة التنمية قدم التنمية والعدالة في المغرب له، لن يتخلى عليه. نعم أستاذ زهير، لن يتخلى عليه أبدا. نعم، هذه سنة الله في هذا الكون، هذه سنة تاريخية. إذا ابتعدت على الشعب فهذا هو طريقك إلى مزبلة التاريخ، إلى مزبلة التاريخ. من اسطنبول نعم. الباحث السياسي المغربي زهير عطوف، شكرا جزيلا لكم.